تتواصل فعاليات مهرجان الطبول بالقلعة الذي تختتم فعاليته السبت. شارك في المهرجان 43 فرقة متنوعة من مصر ودول عربية وأفريقية وأسيوية وأوروبية. على رقصات الدبكة الفلسطينية عاش الجمهور ليلة فنية وشعبية من ليالي مهرجان الطبول الذي تتواصل فعالياته على مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين الذي امتلأ عن آخره في صورة فنية مبهجة تجسد علاقة الجمهور المحب لهذا المهرجان وترحيبه بكل الثقافات المختلفة. كل حاجة جميلة، كل الفقرات جميلة جدا جدا، كل الناس بصراحة بتأدي بروح، كلهم الابتسامة ما فرقتش وشهم من ساعة ما بدأنا، مبسوطين جدا جدا بان هم وسطينا وان احنا وسطيهم. والله المهرجان جميل جدا، يعني شفنا فرق وثقافات جديدة وان شاء الله ناويين نجي كل سنة. اكتر حاجة عجبتني اليوم كله الفرق كلها، في تنوع في الفرق، تنوع في الفولكلور. المهرجان بجد حاجة جميلة جدا، وزارة الثقافة دايما بتعمل لنا حاجة متميزة، وإن شاء الله يعني مهرجان جامد جدا بصراحة، وأداء جامد وفرق جامدة جدا. يحرص مهرجان الطبول على تقديم رسالة سلام للعالم من خلال هذا التنوع الفني الثقافي الذي جمع بين فرقة الفالوجة الفلسطينية التي تعبر عن التراث الفلسطيني وأوركسترا ميوزيكانا الذي قدم أنواعا مختلفة من التراث الموسيقي المصري، بالإضافة لفقرات العزف والغناء التي قدمتها فرقة طبلة الست وطبلوهات فنية لفرقة جامعة عين شمس، ليؤكد هذا المسرح أن الفن لا يعرف الاختلاف ولكنه يعبر عن السلام. الجمهور المصري أصبح بيعشق القضية الفلسطينية وبيعشق كل ما هو فلسطيني، يعني سواء قضية سواء تراث سواء غنى سواء دبكة سواء مسرح، فالقضية الفلسطينية هي في قلب الشعب المصري. احنا بنحب مهرجان الطبول بالذات لانه في تفاعل جمهور احنا بنحبه عن باقي المهرجانات عامه. دي تاني سنه نشارك في المهرجان، وبحس ان هي فرصه لطيفه قوي ان كل الفرق دي سواء بترقص بتعزف حتى الوان مختلفه من بلاد مختلفه، دي بتبقى فرصه قوي كده لتبادل الثقافات وان احنا نشوف الدنيا بيحصل فيها ايه. يعني مهرجان الطبول ده فرصه كويسه جدا لاي فرقه، علشان كل الفرق بتشوف كل البلاد، كل واحد بيقدم الفن بتاعه بشكل مختلف وبلبس مختلف، فكله إفادة لكل الفرق. عودة قوية ومميزة لمهرجان الطبول بعدد كبير من الفعاليات التي ستستمر حتى 28 من مايو الجاري، وسط اهتمام حكومي وشعبي بهذا المهرجان الذي يقدم برنامجا فنيا وثقافيا يرسم البهجة على عشاق ومحب الفن.